اريد اعرف موضوع مهم وهو اليوم لازم احنا يعني صراحة السوشيال ميديا ترك مساحة مع الأسف يعني لناس كيفها تكتب وبكيفها تنطي أخبار وبكيفها توصل رسائل خاطئة وتأذي ناس بالنتيجة، والناس مهمة أحيانا وحتى إذا ناس اعتيادية وبسيطة هم تتأذى أكيد. لذلك احنا اليوم نريد الخبر الصحيح لازم يوصل بشكل صحيح ومن الشخص نفسه. احنا اليوم شاعرنا داود الغنام، اريد نوضح انت علاقتك جيده بالفنان كاظم الساهر. اكيد. وانت تدري بالفتره الاخيره الهجم على الفنان كاظم الساهر كبيره جدا. نعم. لانه الناس تقول كاظم الساهر راد نص مليون دولار، ناس تقول راد 500 مليون، ناس تقول ما تعرف صراحه. اريد نعرف وقالوا ما اجوا، وناس تقول وصل بغداد ورجع، ما نعرف هذا، يا ريت تنطينا الخبر الاكيد. الخبر الاكيد والخبر اليقين هكذا. يعني انا حالي حال الناس انتظر كاظم. اي وجهت له الدعوه، السيد المحافظ اسعد عيداني راح دبي على امل ان يلتقي بي، فما التقى بي، التقى بالشاعر كريم العراقي. كريم العراقي فما اجى في نتيجه، يعني تاكيد ياتي او لا ياتي. زين. ما يعني ما التقى بكاظم ولا اكو اتفاق لا على مبالغ ولا على اي شيء اخر. ماكو. مجرد كان دعوه اتفاق. ايه؟ اتفاق مبهم. ايه؟ رجع المحافظ على امل ان ياتي او لا ياتي حسب ظروف كاظم. زين. شنو الظرف اللي حكمه؟ يجوز يجي يجوز باخر يوم يجي. لحد يوم الخميس قبل افتتاح الدوري الخليج. ايه؟ كان السيد المحافظ موجود بالشيراتون هنا. زين. وكنت انا معاه وكنا ننتظر خبر وصول كاظم. كانت تاتينا دعايات واشاعات، كاظم وصل للمطار، الفرقه الموسيقيه وصلت. صح. ورا شويه قالوا كاظم الان في الملعب جاي يتمرن مع الفرقه الموسيقيه. وانا حالي حال العالم، لان انا ما ابدا اكسر هذا الحاجز بيني وبين كاظم، اكو احترام واكو موده، فما احب اتدخل خصوصيته، حتى ما اتصلت به. زين. الى ان ثاني يوم يعني العالم كلها منتظره كاظم فعلا يعني يغني فعلا، الى ان ولدي بيبت قالوا بابا عيب استاذ كاظم موجود، روح له على الاقل اتصل به سلم علي. زين. اي قال له نوره البصره، يا نوره البصره كتبت لابو وسام مساء الخير، ساعه بالوحده او بالثنتين الظهر، مساء الخير، قال لي مساء النور، قلت له نوره البصره، قال لي انا بدبي، قلت له طيارتك يمتى اليوم؟ قال لي لا انا من اول يوم، من اول يوم وجهوا لي الدعوه انا اعتذرت. زين. قلت له الدنيا كلها منتظرتك يا ابو وسام، ولو تعرف شنو هنا بالبصره صاير، الجماهير اللي متلهفه طبعا. فما اجى، شنو ظروفه؟ ما ادري. الان واحد من الناس، بس انا اكو نقطه وهي ماكو لا اتفاق ولا انا اللي ادري مليار اتفاق ولا طالب شنو. وحتى لو فرض، ما انا اعتب على ناس اكو مسؤولين ناس كبار، يعني حتى لو طلب فلوس، وانا اعرف كاظم ما يطلب، وكاظم عنده مواقف وطنيه اكثر من هواي يطلعوا يتكلموا بسوء عنه. كاظم لا سارق ولا قاتل، وحتى لو يطلب اجور كاظم ايقونه يعني يعني احنا الان استاذ العزيز، احنا الان بياسنه تروح لاي دوله عربيه قل اعطيني اسم فلان رئيس، عبد السلام عارف، عبد الكريم قاسم هذا العظيم، صح، ما يعرفون يعرفون ناظم الغزالي فعلا، صح، بشهرته باخلاقه بالتزامه بوطنيته. احنا ليش نسيء له؟ ليش اي واحد يجي؟ واحد اتهمه خائن، واحد اتهمه عميل، مجرد الموضوع الرجل كان عنده ظرف يعني اعتذر. انا من واحد من الناس بدي كاظم ان يحضر، يحضر فائده له، لان الجمهور هذا الحب الكبير، صح، لازم يقابله بحب بتضحيه. تتوقع انه كان يحتاج كاظم الساهر ينطي فد رساله معينه يوضح للناس؟ ربما انا عندي تفسير، يعني هو هم السكوت هم انا بالنسبه لي تفسير خاص لي. ايه؟ ربما عنده تحفظ، ربما ما نعرف احنا شنو السبب. ايه؟ وانا ما اقدر اتجرأ واقول لك كاظم ليش، لان ايه؟ سبق ان طلبوا من عند الرابطه الكابتن عدنان درجات، كان مكلفهم قبل 6 اشهر. ايه؟ بحثوا عن تليفون كاظم، ما لقوا، قال عند داود الغنام تليفون كاظم الساهر. اتصلوا بي، اتصلت بكاظم، كان صحته تعبانه فعلا بوقتها، قال لي انا صحتي تعبانه ترى مو مثل الاول.
انا بدي اجي وبدي يعني ازور البصره وبدي اغني بين جمهوري وبين اهلي وبين ناسي، انا مشوق لهم، بس انا صحتي الان مو هاجد، فكان عذرا صحته ممكن. اذا احنا على مود بس توضيح هذا الموضوع حتى الناس تعرف انه احنا مو كل شيء راسا نجي نطلق الاتهامات وهذا، بس يعني انا اقول يجي افرض قصر نفرض وانا بالنسبه لي اقول المفروض يجي صح ما معقول نقابل الاساءه، اكو احيانا ما معقول الاساءه هاي التسقيط هذا ابدا ابدا. استاذ داوود مرات الصراحه مرات الكواليس يعني عند البشر كلهم عند كل انسان اكو كواليس ناس ما تعرفها المفروض ما تتدخل بيها، يعني ما تجي تحكم، يعني احنا خلينا نبتعد عن الاحكام اهم شيء هذا. هسه نرجع تحياتنا طبعا للفنان كاظم الساهر وكنا نتمنى طبعا كليتنا احنا كنا نتمنى لها اخر لحظه لحد ما انتهى الحفل احنا نقول وين كاظم.